خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والمباني في القاهرة الخديوية والتاريخية ليها طابع معماري خاص، لكل مبنى قصة وحكاية وتاريخ. عشان كده انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من توثيق 400 مبنى تراثي في إطار خطة شاملة لعمل الأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، ولنعرف تفاصيل أكتر عنه من دكتور هايدي شلبي، أستاذ الحفاظ العمراني ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. يعني في البدايه لو نتعرف اكتر على الارشيف القومي للمباني التراثيه واهميته يا فندم. هو في الارشيف القومي الو اي فندم مع حضرتك. تمام. الارشيف القومي للمباني التراثيه هو موجود في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهو ده كان مهمته ان هو بيجمع كل قاعده بيانات يعني غزيرة بالمعلومات عن المباني التراثية المسجلة في مصر كلها. وده بيبقى فيه، بس كان في الأول هو كان فقط بيبقى فيه المعلومات الأساسية اللي بترد إلينا من استمارات الحصر اللي بتتم إعدادها في المحافظات المختلفة. ولكن إحنا من سنتين بدينا نشتغل على تغذية هذا الأرشيف وإثقاله بمعلومات أكتر، وبدأنا بمنطقة وسط البلد في القاهرة، وهو ده اللي احنا أعلننا عنه مؤخرا في الجهاز. ده عظيم جدا. طيب أهمية أن يكون عندي معلومات أكتر عن هذه المباني برضو، عايزين نفهم. حضرتك قلت أن هذه المباني بالفعل هي مسجلة في مصر، لكن احنا تمام. عملنا أرشيف وبدأنا نزود في هذه المعلومات، هنستخدم هذه المعلومات في إيه؟ ليها طبعا بعد مهم جدا، أن هو يبقى عندنا كل تاريخ هذه المباني المسجلة. يعني بدينا بقى نبحث عن معلومات اكتر عن مين هو المعماري اللي عملها، سنه الانشاء، نظام الانشاء لو عرفنا نجيبه، هل المبنى ده اتعمل له اضافات او لا؟ لان دلوقتي احيانا كتير في لما بيبقى في مشاريع لاعاده ترميم هذه المباني او لاعاده استخدامها مره ثانيه، بيتطلب ذلك بعض التدخل في المبنى. فهل الجزء اللي احنا هنتدخل فيه، هل ده جزء اصلي من المبنى ولا ده جزء مضاف من المبنى؟ فده كان مهم ان احنا نبقى عارفينه حتى في تحديد اسلوب التدخل مع المبنى. الى جانب ذلك كمان كل الخلفيه التاريخيه للمبنى. اثقلنا ده كمان، مش بس ان احنا يبقى عندنا خلفيه تاريخيه، ولكن ان احنا المباني دي بدانا نعمل لها رفع ثلاثي الابعاد، رفع ليزري ثلاثي الابعاد اللي هو 3 دي سكانر لوجهات كل لوجهات المباني دي كلها، وبدات تتربط برضه بقاعده المعلومات. طبعا بارز جدا لو في اي جزء في الترميم، واحنا بنشتغل في مشروع وسط البلد، جزء مفقود من بلكونه، كورنيشه مش موجوده، موتيفا مفقوده وكانت موجوده وقعت او كذا، بقدر اعمل منها، بقدر اعمل موديلنج من جزء اخر في المبنى موجود، اعيد استنساخ الجزء المفقود. الى جانب ان ده توثيق مهم جدا جدا للي موجود دلوقتي. احنا دلوقتي في المشروع كمان اللي بيتم في وسط البلد شارع قصر النيل، بنتدخل كمان على مستوى المحلات، فبنزيل كل بالتعاون مع وزاره الاسكان ومحطه القاهره، بنزيل كل التعديات اللي تمت على واجهات المحلات. فلما كنا بنشيل التعديات دي كنا بنلاقي الكوابيل حالتها مزريه جدا اللي تحت البلكونات. طب دي كان شكلها ايه الاصلي؟ كنا بنرجع للمراجع الاصليه ان احنا ندور في الكتب الاصليه والرسومات اللي عملها المعماريين دي عن شكل الموتيفا او الكابولي الاصلي عشان نعرف نرجعه. دلوقتي بقى كل ده موجود في مكان واحد، وهو في الارشيف القومي اللي موجود في الجهاز القومي للتنسيق. طيب يا دكتور، واحنا بنتكلم عن توثيق 400 مبنى، هل هذه المباني في القاهره فقط ولا امتد التوثيق لمحافظات مصر؟ احنا عندنا في الارشيف القومي عندنا قاعده بيانات زي ما قلت حضرتك في الاول لكل المباني اللي موجوده في على مستوى القاهره، على مستوى الجمهوريه، وهم حددهم في حدود ال 7000 مبنى مسجل. ولكن التغذيه بالبيانات ورفع 3 دي سكانر لوجهات المباني ده تم في 400 مبنى على مستوى القاهره. طيب ده عظيم جدا. دكتور، عايزين نوضح الفرق ما بين المباني التراثيه والمباني ذات الطابع المعماري المميز، وعلى اساس اي اساس احنا بنقول ان دي هذه مباني تراثيه؟ يعني هل في تاريخ محدد مثلا؟ هو المباني التراثيه هي نفسها هي المباني ذات الطابع المعماري المتميز. ولكن احنا في فرق ما بين هذه المباني والمباني الاثريه.
المباني الاثريه هي اللي بيسجلها وزاره الاثار، المجلس الاعلى للاثار، ودول بيبقى المباني اللي عندها اقدم من 150 سنه. انما القانون بيحدد في مصر، قانون 144 اللي هو بيتعامل مع المباني ذات القيمه المعماريه، ان هو ان يكون عمر المبنى اقل من، يعني اقل من 150 سنه، اللي احنا بنقول عليها مجازا التراث الحديث او المودرن هيرتج، اللي هي زي المباني اللي موجوده في مصر الجديده، زي المباني اللي موجوده في وسط البلد في القاهره. فدي تعتبر مباني ذات قيمه معماريه متميزه، واحنا بنقول عليها مباني تراثيه. وضحت الفكره يا فندم، نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر. دكتور هايدي شلبي، استاذ الحفاظ العمراني ورئيس الاداره المركزيه للشؤون الفنيه بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.